مرحبا فيكم في ترند ضمن جهود مدارس مملكة البحرين في تشجيع الطلبة على الإبداع والابتكار. ابتكرت طالبتين هبة حمزة عبد الحسين وزينب عادل الشويخ من مدرسة زينب الإعدادية للبنات جهاز لترشيد استهلاك الكهرباء، تقوم فكرته على التحكم الشامل في الأجهزة الكهربائية عن بعد. هذا الجهاز راح يسهم في الحماية من الحرائق ويحافظ على الموارد الاقتصادية ويعتبر صديق للبيئة بقدرته على الحد من التلوث مع دوره في تخفيض الاستهلاك ونفقاته وتوفير حوالي 25 إلى 30% من الفاتورة الشهرية مع إمكانية تحويل المنزل العادي إلى منزل ذكي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في مبادرة إنسانية مؤثرة نجحت جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إعادة البصر إلى طفلة سورية تعيش في الأردن، وانتشر عبر مختلف المنصات مقطع فيديو للطبيب المعالج وهو يزيل ضمادات الشاش من عين الطفلة بعد إجراء العملية واندهاشها برؤية النور للمرة الأولى منذ ولادتها قبل 6 سنوات، وصلت سعادة غامرة من عائلتها. خلونا نتابع. حق سيرينا. قبل 6 سنوات أصيب الشاب الفنزويلي ألدو أمينتا بالشلل، وخبروه الأطباء أنه ما راح يمشي مرة ثانية، لكن كان ممتن أنه ما زال على قيد الحياة من عقب الحادث اللي تعرض له وتسبب في إصابته بالشلل التام، وتغيرت حياته تماما في لحظة، لكنه ما يأس، وبعد 2 من العلاج تمكن من المشي على المسرح باستخدام دعامات مساندة أمام زملائه للحصول على درجة الماجستير. ويقول إلدو: أردت أن أسير على المسرح مثل زملائي الخريجين ليظهر أننا جميعا قادرين على تحقيق أي شيء نضعه في أذهاننا بغض النظر عن الخلفية أو الثقافة أو الظروف أو العمر. مقطع فيديو حصل تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم لطفلة تغطي اذني كلب عشان ما يخاف من أصوات الألعاب النارية خلال الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة. خلونا نتابع. تفاعلت العديد من المواقع الإخبارية وخصوصا المهتمة بعالم التكنولوجيا مع تغير شعار جوجل كروم لأول مرة من عام 2014، وتم نشر مجموعة من الشعارات الأولية تبين مراحل مختلفة من عام 2008 إلى عام 2022. رواد منصات التواصل الاجتماعي ذكروا أن جوجل قدمت اليوم تصميم أكثر بساطة ويتناسب مع مختلف أيقونات النظام. مشاهدينا بهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. قبل أن نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة في الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV N Radio. نلقاكم مباشر، مع السلامة.